اكتر حاجه بيخاف منها الفنان سمير غانم ايه؟ اللي كل واحد بيخاف منها، الموت يعني. ما تشرع عليك. ما بحبوش يعني، خصوصا السنه دي كانت فظيعه. السنه دي خدت ورا كام واحد من الجامدين يعني. على طول بتسمع خبر وفاه لفنان يمكن يكون من جيلك، اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ ان يعني لان احنا بنكبر بنكبر، عارفه ممكن من 10 سنين او 15 سنه ما كنتش افكر قوي، انما دلوقتي والله ربنا يديك الفنان القدير سمير غانم يتحدث عن الموت قبل وفاته، وكان قلبه حاسس ووصيته أبكت الملايين من الشعب المصري. فقد الوسط الفني أحد أهم ملوك الضحك في مصر، النجم الكبير سمير غانم، بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، لتتشح صفحات النجوم بالسواد وكلمات النعي، وتتحول السوشيال ميديا لمظاهرة في حب سمورة. وفي لقاء تلفزيوني سابق مع الفنان سمير غانم وردا على سؤال أكثر شيء يخيفه، قال الموت، وكشف عن الخوف الذي ينتابه كلما تذكر الموت. وخلال حلوله ضيفا على برنامج الليلة دي على شاشة قناة سي بي سي، سألته المذيعة حاجة بيخاف منها الفنان سمير غانم ايه هي؟ فأجاب سمير غانم اللي كل واحد بيخاف منها هو الموت، ما بحبوش خالص، هو راحة بس خايف من العذاب. وأوضح سمير غانم كان الأصعب بالنسبة له لأنه شهد وفاة العديد من المقربين منه، قائلا السنة دي خدت كم واحد من الجامدين. وعن أكثر شخص تأثر بوفاته قال الفنان المصري القدير سمير غانم، اللي أثر فيا أوي لأن ده كان الصديق الوحيد ليا في الوسط الفني هو غسان مطر. وأضاف إحنا بنكبر، ممكن من 10 سنين أو 15 ما كنتش أفكر أوي، لكن دلوقتي بفكر وبتأثر أوي. وشهدت الساعات الأخيرة من حياة الفنان الراحل شائعات حول مرضه ووفاته، وطالبت أسرته بالدعاء له، إذ أن حالته كانت حرجة جدا. وكانت الفنانة نهال عنبر أكدت في تصريحات سابقة لليوم السابع أن الفنان سمير غانم دخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيها العلاج في حالة غير مستقرة على الإطلاق، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي. تخرج الفنان سمير غانم من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيتهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة. وتفرقت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيتهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات، كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معا هو مسرحية أهلا يا دكتور. وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون. وبداية الثمانينيات قدم مع جورج سيتهم أهم مسرحيتان في تاريخهما الفني معا، وهما مسرحية المتزوجون عام 1978، ومسرحية أهلا يا دكتور عام 1981. وتعددت نشاطاته الفنية، فشارك في العديد من الأعمال، وهي فيلم
سنوات الانتقام، مسرحية فخ السعادة الزوجية، فيلم البنات عزائية، فيلم أذكياء لكن أغبياء. وكشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن وصية والدها قبل دخوله غرفة العناية المركزة. وكشفت دنيا سمير غانم عن الجلسة الأخيرة التي قضتها مع والدها قبل دخوله غرفة العناية المركزة، وهي الجلسة التي أخبرها خلالها بقرب رحيله. وقالت دنيا أن والدها كان يبكي ويطلب منها الحفاظ على نفسها من مغريات الدنيا، فاحتبست دنيا دموعها ثم خرجت من الغرفة وانفجرت في البكاء. وأشارت دنيا سمير غانم إلى أن الوصية التي تركها والدها قبل دخوله غرفة العناية المركزة هي ضرورة أن تكون وشقيقتها إيمي يدا واحدة، وقال لها أختك هي ظهرك وسندك، انتوا الاتنين ملكوش إلا بعض، وخلوا بالكم من أمكم. متابعة: دائما ما كان يوصينا وينصحنا بالعمل، سلاحك في دنيتك هو شغلك. وذكرت دنيا سمير غانم: لم يندم أبي على شيء في حياته، طول عمره في حاله وتقي جدا، يعني ما عملش حاجة تخليه يقعد بسببها ندمان، وكان شخصا راضيا عن حياته تماما. وكان الفنان المصري القدير سمير غانم أوصى أزواج بناته قبل مرضه، وقال الفنان المصري سمير غانم: أنا ما كنتش حما صعب على الإطلاق، هم أولاد مؤدبين، وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا عليهم وقعدنا كتير مع بعض، وجعلت دلال عبد العزيز هي التي تدير أمور الجوازتين لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة. وتابع قائلا: ما خدناش وقت في الرد على رامي رضوان، لكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد، لأن إيمي كانت مترددة شوية وتروح وتيجي، وبعدين تسمح كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد ما بيجي الزواج حقيقة. وأضاف سمير غانم: قلت الحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي، فرد علي قال لي دي في عيني من جوا، قلت له هي دي وصيتي قبل ما موت، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى إنه ياخد باله منها. وبسؤاله إذا كان يتمنى خلفة الولد أم لا، أكد أن هذا الأمر بيد الله، مؤكدا أن خلفة البنات نعمة من الله. وعن خلفة الأولاد قال شكرا بعدما رأى أولاد أصدقائه، مؤكدا أن زوجته دلال عبد العزيز تشبهه كثيرا في عيوبه، خاصة وقتما يكون هناك مشادة كلامية بينهما.